السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو مخصص pour les 2 à 7, طبعا ثانية إعدادي matière SVT, le premier contrôle في le premier semestre. voilà, donc نبداو على بركة الله. سكريني وعفاكم وهذا وشنو سكريني وسيروا ديروا محاولة تكونوا حافظين طبعا ومراجعين لي كوغ ديالكم, وبالتوفيق لكم في الامتحانات ان شاء الله يا ربي. قبل ما نبداو عفاكم للفيديو, ما تنساوش انكم تخليوا لايك للفيديو, هبطوا التعليق, كتبوا لي اي حاجه بغيتوها, واهم اهم حاجه انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وصحاباتكم. ما تعرفوش يقدر اي حاجه تحط بحالها في الامتحان, دونك ما تضيعوش النقيطات وركزوا مزيان. نبداو على بركة الله. البرومييي اكزيرسيس قالك دوني لو مو جوست دو شاك ديفينيسيون. اذا هنايا عطاونا دو ديفينيسيون, خاصني نعطي الاسم او لا لو تيرم ديالو المناسب. ما تنساوش تحفظوا لي ديفينيسيون فيهم جوج نقيطات حتى لثلاثة, دونك ما تضيعوش النقيطات ديالكم. دونك سي تان فراغمون, فراغمون نقدر نقول لكم هي واحد القطعه او لا مضغه داك غولاتيفمون ستابل, يعني ستابل مستقره نوعا ما, يعني ما فيهاش الزلازل والبراكين. ديليميتي محدوده باغ دي زون, بمناطق انستابل غير مستقره يعني نشيطه فيها الزلازل والبراكين. كاركتيريز كتميز ليا par une intense activité volcanique et sismique, donc فيها les volcans et les sismiques في لي ليميت ديالها, في الحدود ديالها. دونك علاش نهضروا تري بيان على لا بلاك ليتوسفيريك. لا بلاك ليتوسفيريك فوالا. C'est une cassure, il y a واحد تهريسه d'accord brutal des roches ديال الصخور à l'intérieur de la terre في باطن الارض, provoque كينتج عليها la naissance زياده des vibrations ديال دبدبات au un point de sous-sol appelé le foyer, في واحد النقطه تحت الارض اللي كتسمى بالبؤره الزلزاليه او le foyer, donc c'est le séisme. d'accord. donc deuxième exercice, قال لك pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, voilà, il y a une seule suggestion correcte. عندي واحد suggestion correcte, donc عندي واحد الاقتراح واحد اللي صحيح. entouré à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. D'accord. Donc, عندي l'échelle de MSK, يعني السلم ديال المركالي. عندي le foyer, اللي هي البؤرة الزلزالية. عندي la pongée, هي اليابسة, هي يعني لي كونتينو, القارات ديال دابا كانوا شحال هادي متحدين على شكل بونجي. وعندي لي زارغومون افونسي باغ فيجنر, هما البراهين اللي عطانا العالم ألفريد فيجنر. دونك ليشيل دو ام اس كا واش هو؟ ايشيل دو مانيتود سيزميك, ايشيل دانتونسيتي سيزميك, كومبوزي دو 10 دغري, كومبوزي دو 9 دغري. دونك لا 10 لا 9, دونك ام اس كا ما فيهش 10 ما فيهش 9. واخا كيبقى ليا واش هو السلم ديال المانيتود او لا السلم ديال لانتونسيتي, عقلوا عليها. بالنسبه لايشيل دو ام اس كا c'est un échelle d'intensité ديال الشده الزلزاليه. بالنسبه للفوايه قلنا البؤره الزلزاليه. le centre de la rupture profonde, d'accord, هو المركز ديال ديك لا روبتور اللي لداخل. onde de cisaillement, يعني هي onde يعني موجه ديال السيزيمون. une cassure de la croûte terrestre, واحد التهريسه ديال القشره الارضيه كي سيكومبان لي كيس الذي يصاحبها تنقل ديال جوج ديال لي كومبارتيمون. بلونجمون دون بلاك سو اون اوتر, يعني مي كتغرس ليا بلاك تحت لا. دونك اول ح اول بروبوزيسيون هي صحيحه. دونك لو فويي اي لو سونتر دو لا ريبتور بروفوند, عقلوا عليها. داكوغ. عندي لا بونجي تيوري, واش هي برهنه؟ لا. اون بلاك ليتوسفيريك اوسيانيك, يعني هي صفيحه صخريه محيطيه؟ لا. le seul océan qui entoure les continents, هو المحيط الوحيد اللي كيحيط ليا بلي كونتينون؟ لا.
دونك ان اونيك ميغا كونتينون. دونك هذه هي الصحيحه. دونك لا بونجي هي اونيك وحيده ميغا كونتينون، كانت عندي قاره واحده كي اكزيستي على فان دو دو باليوزويك اي كي سي اونسويت سيباري اليا 200 مليون داني. دونك سي فري المهم قبل من 200 مليون سنه بدات انها كتفرق ليا دي كونتينون وكيتباعدوا ليا. Les arguments avancés par Wigner. Les arguments. واخا دونك اذا خصني نكون عارف ماشي حتى الترتيب ديالهم. المهم هما كاينين ثلاثه مورفولوجيك بيولوجيك لا مورفولوجيك بيولوجيك لا مورفولوجيك جيولوجيك ارشيولوجيك لا مورفولوجيك جيولوجيك باليونتولوجيك. دونك صح هذه اللي صحيحه عقلوا عليها. يلا ثالثيام اكزرسيس قلق Le schéma, d'accord. Le schéma ci-contre montre la naissance d'un séisme, sa propagation et ses effets sur le paysage. Had schéma hadi, كتبين لينا la naissance, أن واحد زيادة ديال تشكل واحد زلزال, l'انتشار ديالو, la propagation et les effets sur le paysage, يعني هو التأثير ديالو على les paysages. Sur ce diagramme, placez les légendes suivantes. Donc, fais-nous le foyer, fais-nous l'épicentre, fais-nous la faille, fais-nous les ondes sismiques. Voilà. Donc, blati. Hada. Ad nokta hadi. Ou l'boura zizelia. Foyer. Zid. Hado. Hado huma. L'maujet zizelia. Ondes sismiques. هادي النقطه اللي كتكون على سطح الارض اش كتسمى لي بيسونتر عقلوا عليها كتشوفوا فوالا هادي هاد التهريسه هادي هاد الشق هذا كاسور ولا تهريسه ولا شق هذا كتسمى بلا فاي فوالا Classez les points A, B, C dans l'ordre croissant par rapport aux dégâts. بالنسبه للمخلفات لوردر كواسون تزايدين. دونك شكون اللي عنده اقل اضرار من موراها اللي من مورا واكثر ضرر. دونك اكثر ضرر هو اللي قريب من هذا هو بي. هاد بي اكثر ضرر من موراها من موراها. دونك هنا غيكون العكس هذا عنده اصغر ضرر حيت بعيد ليا على لي بيسونتر. دونك عندي سي عاد شنو عاد ا عاد شنو عاد بي. عقلوا مزيان على هاد المعلومه. النقطة اللي كتكون قريبة ليا لي بيسونتر هي اللي كيكون فيها الأضرار كبارين. كل ما بعدنا على لي بيسونتر كل ما الضرر خفاف ليا أو لا قل ليا. عقلوا على هاد المعلومة مزيان معلومة مهمة. واخا replacer ces deux définitions à côté des bonnes légendes. Point de départ du séisme, lieu de dégâts maximal أو لا ماكسيموم. Point de départ du séisme شنو هي نقطة البداية ديال السيزم فين جات. دونك سي فاين ما بين هاد الربعه فهاد النقطه هادي هي النقطه البدايه ديال السيزم. دونك سي لو فوايي المكان اللي فيه اللي فيه الاضرار او المخلفات ديال الزلزال كبيره راه هو لي بيسونتر عقلوا عليها فوالا. دونك ندوزو Le deuxième paragraphe, le premier exercice fait. Donc, en 1912, un météorologue allemand a proposé une théorie qui tente d'expliquer la mobilité des plaques à travers les temps géologiques. La figure ci-dessous illustre les variations de la proposition des continents sur une échelle temporaire. Donc, on dit 4, dit les temps géologiques, d'accord. On dit 4 déformations, yani التغير ديال لي فورم ديال الاشكال ديال لي كونتينون. قال كلاسي رتب ليا لي فيغور سويفون دون ان اوردر كرونولوجيك دو بلوز انسيان فيغ لو بلو ريسون. دونك من اقدم وحده الاحدث وحده. دونك اول وحده فينا هي هذه هي مي كانت لا بونجي يعني لي كونتينون كانوا كاملين مقربين. هاي اربعه زيد من موراها بداو كيتباعدوا ليا شويه. ها هي بداو كيتباعدوا شويه. دونك من مورا هادي هادي داكوغ هما بداو كيتباعدو ليا صافي ملي تباعدو بزاف راه هي هادي فوالا هادي هي اللي دابا ديال دابا حديثة.
Deuxième question, quel est le premier argument utilisé par ce scientifique pour expliquer la position des continents dans la figure 4? واخ دونك قال لك شنو هو اول برهان استعملو هذاك العالم باش يبي باش يشرح ليا التموضع ديال لي كونتينو التموضع ديال القارات في لا فيغور 4 دونك شنو ارغومون سي لارغومون مورفولوجيك اول ارغومون داكور ارغومون مورفولوجيك المورفولوجيا هي هو الشكل ديال 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 هذا الشكل ديال لي كونتينون ديال القارات. Certaines recherches ont montré la présence des fossiles de plantes et des animaux terrestres datant de 240 à 260 millions d'années de part et d'autre de l'Atlantique sur les continents actuels. Donc bzaf ديال البحوث بينوا ليا تواجد ديالاش ديال لي فوسيل ديال لي بلانت اي دي زانيمو المساحات ديال النباتات والحيوانات تيرستر فوالا كابيلتو سيت ارغومون شنو هو البرهان اللي كيهضر ليا اولا اللي كيهتم ليا بلي فوسيل دو بلانت اي دي زانيمو سي لارغومون باليونتولوجيك عقلوا عليها Voilà. Donc, deuxième exercice, les études du séisme, درسة ديال الزلازل, ont montré que le séisme libère de l'énergie, بيّن لينا بلي الزلزال كيحرر ليا الطاقة, واحد الطاقة, transmise sous forme d'onde sismique, يعني على شكل موجات زلزالية, qui se propage, لي كتنتشر ليا, dans toutes les directions, جميع الاتجاهات. La figure ci-dessous montre les différents types d'ondes sismiques. Donc, هاد la figure كتبين ليا, تلاتة د الأنواع ديال les ondes. تلاتة د الأنواع ديال الموجات الزلزالية. Donnez les noms des ondes A, B et C. عطيني الأسماء ديال A وديال B وديال C. Donc, بالنسبة ل A و B و C. L'onde الأولانية كتسمى onde P. عقلوا عليها P كتجيب بحال هكا طويلة. داكوغ لوند الثانيه اللي كتكون هكا متموجه وموراها كتمشي نيشان هادي اوند اس اللي كتكون هكا حاده كتكون اوند ال فوالا كيل سون لوغ برينسيبال كاركتيريستيك دونك هنا هادو حفاضه اعطيني باش كيتميزوا ليا باش كتميز ليا كل موجه دونك بي باش كتميز اس باش كتميز و ال باش كتميز واخا انا نعطيها لكم دابا عافاكم ويتحفظوا هاد لي زون يتحفظوا دونك اول حاجه غنهضر بلاتي نكتبها بلون مغاير دونك بالنسبه لي زون بي شنو تنعرفوا عليها راه كلشي عندكم في لي كور دونك بالنسبه لاونت بي هي اسرع وحده دونك اي بلو رابيد اسرع وحده داكشي علاش كتوصل هي الاولانيه ياك وفين كتنتشر ليا دونك سو بروباج في الاوساط السائله والصلبه دونك دو لو ميليو سوليد اي ليكيد عقلوا عليها فوالا المنحة ديال التذبذب موازي مع اتجاه ديال الانتشار عقلوا عليها دونك سونس دو فيبراسيون فيبراسيون اي متوازي باراليل مع الاتجاه على ديريكسيون ديالاش ديال الانتشار de propagation. نمشيو لي زوند اس هي اقل سرعه بالمقارنه مع الموجه بي دونك موان رابيد
que لون بي واخ كتنتشر ليا في الوسط الصلب فقط propage dans le milieu solide والمنحة ديال الدبدبة ديالها هي عمودية على الاتجاه ديال الانتشار عقلوا عليها دونك سونس دو بروباغاسيون او لا سونس دو فيبراسيون ديال الدبدبة اي بيربونديكولير عمودية à la direction de propagation. كنتمنى يكون مفهوم. بالنسبة لي زوند ال طويلة. دونك فهي تري كومبلكس يعني معقدة جدا. كتنتشر ليا على مستوى سطح الأرض فقط. de la terre. Voilà. Ndouzo, le troisième exercice. L'enregistrement de deux séismes, le premier dans les montagnes turques et le deuxième à Tokyo, a donné les résultats suivants. Donc, c'est ce que j'ai dit, l'oulani, à la moussa ou le jibel, en Turquie, le jibel, en Turquie, ou le deuxième, en Tokyo. عطاو النتائج التالية دونك لو سيزم الاول سيزم الثاني دون لي مونتان تورك وهنايا اطوكيو واخا لي ديغا لي ديغا هما الخسائر اولا المخلفات ديال الزلزال لو سول بوج شنو وقع الارض تحركات لا تيغ سو فيسور لا تيغ تشقات لي ميزون اي لي بون سون ديتروي المنازل والقناطر تهرس كلشي المهم طاحو تردمو لي برونش دارب طومب الجذور ديال الشجر طاحو لي غي سو تورد سيزموغرام دونك سيزموغرام هو قلنا التسجيل ديال الزلزال شوف كيف هنا وشوف كيف هنا لا مانيتود لا مانيتود هي قلنا لا ما هي لانتونسيتي ديال الشده ديال الزلزال بالنسبه للسيزم اللبناني 7.2 بالنسبه للدوزيام سيزم 6.4 واخا comparer قارن ليا قال كومباري قارن ليا لانتونسيتي الشده اولا دوك الخسائر اولا المخلفات اي لا مانيتود دو سي دو سيزم ديال جوج ديال الزلازل دونك شنو بالكم طبعا الزلزال الاول اكثر شده مع الزلزال الثاني دونك لا مانيتود ست فيرغول دو سبعة فاصلة جوج هذا ديال الاولاني اي لانتونسيتي شدة دو سيزم الاولاني قوي اي بلو فور اكثر قوة من الشدة ديال الثاني كو لا مانيتود et l'intensité 6.4 طبعاً du séisme 2 qu'en déduisez-vous شنو كتستنتجوا دونك كنستنتجوا ان الزلزال ديال تركيا اكثر قوه من الزلزال ديال طوكيو وانا نعطيكم واحد النصيحه من عندي بلاتي نسالي نكتبها وغنقولها لكم مين يعطيكم الوثيقه ويعطيكم اسئله مرتبطه بالوثيقه حاولوا ما امكن في الاجابه ديالكم ما تكتبوش بصفه عامه ديما تبقاو تجبدوا هادشي تخدموه هنا داكوغ مثلا 7.2 6.4 خديناهم من هنا مونتان تورك وطوكيو
خديناهم من هنا. طبعا داكوغ فهمتوني، الاجوبه يكونوا مرتبطين بالوثيقه، ما تهضرش بصفه عامه. ثالثيام كيسيون غيكون اخر كيسيون في هذا الكونترول هذا، دوني عطيني لا فورمول، هذيك العلاقه كي رولي اللي كتربط ليا ما بين ليشيل دو ريشتر و ليشيل دو ام اس كا، وحسب ليا الشده ديال بروميي سيزم. دونك ام لا مانيتيود شحال كتساوي ليا؟ واحد زائد جوج اي سور 3. ياك غنعمل تطبيق عددي، قال لك حسب ليا لانتونسيتي. داكوغ غنحسبو لانتونسيتي، شنو هي كتعني لانتونسيتي هادي؟ داكوغ دونك غنوريكم، ركزوا معايا مزيان كيفاش نخدمو هادي. دونك عندي هنايا ام كتساوي واحد زائد جوج اي على ثلاثة، هنايا تا على واحد، انا نعمل بحال الماط، هادي في هادي كتساوي هادي في هادي. دونك 3M إيكالا 1 بلس 2Z. أنا بغيت 1 بلس 2Z إيكالا 3M، 2Z إيكالا 3M موانز 1، و إي هي 3M موانز 1 سور 2. صافي غادي نعمل تطبيق عددي، 3 فوا لا مانيتيود الأولاني راه عندو 7.2 موانز 1 سور 2، مي غتعطيكم تطبيق عددي غتعطيكم 9.3. دونك هادي هي اي اللي قال لك حسبوها. فوالا دونك بهذا كنكونو سالينا كونترول ديالنا. كنتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا. دونك بالتوفيق لكم جميعا، نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.